السلام عليكم يا صبايا، كيف حالكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا كلكم بخير ومبسوطين. فيديو جديد ونهار جديد رح يبدا بالصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هليت يا بنات، الفيديو رح يكون كتير حلو ومتنوع، حطيت فيه شغلات كتيرة، يعني شغلات هيك انا بصورها لاني بضلني انتو على بالي طول اليوم، فبحب اشارككم الاشياء الحلوة والاشياء اللي هيك برضو يعني صعبة بمر فيها. فالفيديو هذا كان فيه كتير شغلات يعني متنوعة، وبديتها هنا من عند قدام البيت عشان كمان في بقعة ارض هيك صغيرة على جنب زرعناها انا وابو كرم، كمان زرعنا شتلة مانجا وهخليه يحكي لكم بالضبط شو عملنا في شتلة المانجا وبعدين بكمل معكم. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا هذه شجرة المانجا اللي زرعناها أنا ومكرم بعد ما مكرم شارت القشرة عنها وكانت طالعة. هي طبعا لما زرعناها، لما زرعت في التربة هذه لمدة أسبوع ما انسقت أو 5 أيام، شايفين كيف هي تأسست. الآن بدنا نحط عليها شوية مية خفيفة عشان ما تعفن، بس المية ما نزلت جوا الحبة اللي تعفن لا سمح الله، وهيها الأمور طيبة هيك خلاص. والحين كمان مش هعملها 4-5 أيام مي. شايفين في شجرة زينة تحت، هيها شايفينها شجرة زينة تحت شوارع اللي بتنزرع أبواب الدور للسيارات وللهذا. هذه تحت الركام ضايلة لسه، بس هذه مع اتجاه جارنا، فهذه تحت الركام والتينة هذه كانت تحت الركام. هيها بدأت تطلع، هيها شايفين، هيها هذه بدأت تطلع، هيها هيها بدأت، هيها هيها شايفين. وهنا يا بنات زي ما شايفين حاولت اني انا اصور لكم قبل وبعد، يعني قبل كانت كيف الارض ناشفة على الاخر والتينة كتير صغيرة ومش هيك ما فيها ورق حلو اخضر، وبعد كمان وهنا كمان زرعنا بأشر لكم ابو كرم على المنطقة هذه زرعنا فيها كمان بقدونس، وبدت ما شاء الله هي هالارض طقطق بدها تطلع شتلة البقدونس او زريعة البقدونس. وكمان زرعنا كم هيك نتفة صغيرة زرعنا فيها جرجير، وهي شتلة المانجا اللي زرعناها من شهر ونص تقريبا او من شهرين، كبرت وما احلاها، وزرعنا كمان ريحان شايفين ما احلاها ما شاء الله. فكتير كتير يا بنات انا فرحانة عليه وفرحانة كمان على التينة، لان انا راحت لي تينة في البيت يعني سبتها ما شاء الله في موسمها كانت مليانة يا بنات، والله ربنا يعوضنا خير ان شاء الله. فصورت لكم قبل وبعد، وان شاء الله بنصور مع بعض كمان لما نرجع على بيتنا ان شاء الله في رفح بالسلامة، وازرع انا وانتو شتلة المانجا مع بعض عند باب البيت. هنا شايفين الارض كيف طقطقت، يعني اول ما بتزرع على طول الجرجير او البقدونس او يعني اي حاجة ورقيات في الارض بعد يومين ثلاثة بتبدأ تطقطق وبتبدأ تطلع على طول سبحان الله. فانا هنا حبيت اعطيكم شويه تفاؤل قبل ما افوت فيكم في الفيديو وكمان يعني محتويات الفيديو، لانه اليوم الفيديو هيحكي عن كيف انا قضيت يعني وقت اللي عملت فيه اميره العمليه. زي ما سالتوني شو عملت عمليه شو وشو اخبارها في التعليقات الفيديو اللي فات، هي كانت اميره عامله عمليه اللوز واللحميه، للاسف بعد 3 أيام بعد ما عملت العمليه يا بنات اتلوث الجرح والتهب وصار تمها مليان حم، وكمان زورها من جوا الغدة الليمفاوية انتفخت وضل عندها حرارة لمدة 9 أيام حمى ما بتنزل لا ليل ولا نهار، ما كانت قادرة تاكل ما كانت قادرة تشرب، وانتو عارفين السوق عنا ما كان فيه ابدا حاجات باردة اللي ياكلها الطفل لما يطلع من عملية اللوز، وكنت ما عندي اي اشي بارد اكلها اياه ولا حتى تلاجة اني اعمل مثلا مهلبية او اشي الا البرد. حكالنا الدكتور شربوها برد اول يوم في العملية وتاني يوم، بعدين ابدوا اكلوها حاجات طريه، فالتهب الجرح بالظاهر من البرد او المتس اللي بنعمل على الايدين، لانه انتم عارفين اللي بيعملوه يعني في بيتهم، فاكيد بيكون اشي ملوث اجى على زور اميره وعمل الالتهاب اللي في زورها. فوديناها على الدكتور وحكى لنا الدكتور لا استمروا على المضاد الحيوي واستمروا بتنزيل درجه حرارتها كل 4 ساعات، واكلوها رز وحليب عشان طول ما الجرح ملتهب في زورها من جوا وما بتاكل هيضل الالتهاب عليه طبقه، والطبقه هذه هي اللي هتعمل يعني السخونه عندها.
فهنا راح ابوها يجيب لها الشغلات اللي بتتاكل يعني هيك طريه وممكن اعملها اياها. فلقى في السوق رز، كنت انا بعتها يجيب لي كيلو رز، لقى هذا الرز يعني عليه عرض باربع شيكل زي سعره زمان، فجاب لنا هنا اربع اكياس يعني اربع كيلو. والشمانت كمان الحمد لله كان نازل، واللبن الزبادي وتقريبا يا بنات هذه العلبة البرونة كانت تطلع لنا بالمساعدات، هلقيت بيبعوها ببيع يعني جاب العلبة بسبعة شيكل. فميمي بتحبها برضو بتاكلها هيك، فجابها برضو يعني عملها إياها مثلا كده وتاكلها. وكمان جاب لبن الفراولة وكمان اللبن العادي ولبن بالموز، يعني هاي الحاجات اللي مفروض كنت إني أنا أكلها إياها أول ما طلعت من العمليات، بس للأسف ما كانت موجودة، عشان هيك ما كانت قادرة تاكل أبدا وتلوث عندها الجرح والتهاب. هنا الحمد لله كانت نازلة المنظفات، وبس للأسف سعرها يعني شو بدي أحكي لكم يعني خرافي. شو بدي أحكي لكم يعني صابون سبعة، هذا شامبو سبعة اللي كان بثمانية شيكل، اشترينا العبوة هذه بثمانين شيكل يا بنات. والفيري يعني شوفوا سبحان الله الفيري يعني ما كان يتعدى، العبوة الكبيرة هذه ما تتعدل 12 أو 13 شيكل ساعات، اشتريناها بخمسة وخمسين شيكل. والكلينكس المعطر اشتريناه ب 13 شيكل. وهنا كيلو الاريال ببيعوه بالنفل زي هيك يعني الباكيت الكبير بتوزني انت منه، فاشترينا هذا الكيلو ب 45 شيكل. يعني بتتخيلوا قديش المنظفات يا بنات غالية. وصابونة السبعة هذه كمان اشتريناها ب 13 شيكل. يعني هاي الحاجات اللي انتم شايفينها اللي قدامكم بسيطة، يعني شو بدي احكي لكم يعني سعرها قريب من 200 شيكل. فالله المستعان يا بنات، ربنا يعيننا على هالأوضاع اللي احنا فيها، يعني فوق الحرب كمان التجار ما بيرحموا أبدا. وزي ما انتوا شايفين أميرة كانت تعبانة بشكل مش طبيعي، وجهها أصفر أصفر، شايفين هنا يا بنات كيف تمها من جوا، هذا الالتهاب اللي كان في جنب تمها من الجهاز اللي بيحطوه في التم عشان يفتحوا تمها ويعملوا لها العملية، فجارح في تمها وعمل التهاب في جنب تمها، ملا تمها حم. شايفين حالتها كانت بالمرة عياط ليل نهار، تعيط مش راضية تاكل، نفسيتها زي شو بدي احكي لكم. وشوفوا هنا الغدة اللي في رقبتها يا بنات التهبت، ولما وديناها على الدكتور حكالنا هاي الغدة هي اللي ماسكة كل الالتهاب، وضروري البنت انه قد ما تقدروا تنزلوا حرتها، ما تخلوا حرتها تطلع. وضلينا على المضادات الحيوية بطريقة يعني شو بدي احكي لكم، لغاية ما ربنا الحمد لله شفاها، ضلت عليها الحرارة تسعة ايام، تسعة ايام بالضبط يا بنات. يعني انا عملت عمليه اللوز هذه انا شخصيا، وعملها ابني كمان، بس ما كان في الحرب، يعني ما صار في زي ما صار في بنتي اميره عن جد والله، تكه وتروح مني، يعني شايفين انتوا ضعفها كيف كان. هنا يا بنات انا قاعده على الباب وقاعده فيها طول اليوم، قاعده على رجلي يعني ليل بنهار قاعده على رجلي وتعيط، لغايه الحمد لله رب العالمين شويه تحسنت لما نزلت الالبان، وبدينا ناكلها بدتها شويه شويه تفوق لعند ما وقفت عليها الحراره. هنا شايفين انا بصور لكم من فوق المكان اللي احنا فيه، شايفين الحجار كيف نازله من فوق. هذه الحجار ما تخافوا منها لانها ماسكه يعني بالعمود البطون ماسك نفسه في الحديد اللي هو مصبوب عليه، فما تخافوا ما بيوقع يعني. وانا قاعده وهي قاعده على حضني زي ما انتم شايفين، وكنت غاسله وهي ما بتقوم ليل ونهار بالطريقه اللي انتم شايفينها هذه. اذا قامت شويه او ضحكنا عليها شويه خليناها تقعد، بنحط لها مثلا بننزل لها اشياء كرتون على التليفون وبنحطها في الكروسه على باب البيت زي ما انتم شايفين، بتقعد شويه في الهواء وبتقعد تحضر في فتره ما يكون ماخذ المسكن. هذا الكلام كان بعد بالضبط عشر يوم من العمليه، بدات بعد عشر يوم من العمليه تاكل شويه شويه رز ولبن مهلبيات شغلات زي كده. وهنا الحمد لله رب العالمين نزل، عاد كان دمها وصل تقريبا 8 او 7 وشويه، فالحمد لله نزل الرطب، فراح ابو كرم على طول جاب لها كيلو. تخيلوا كيلو الرطب هذا يا بنات اللي كنا نشتري البوكسه كامله ب20، هذا جاب الكيلو الواحد ب20 شيكل. على طول اخذنا وقعدت اطعمي في الاولاد وغسلنا لها واكلناها، وظلت تاكل منه يومين الحمد لله، ساعدني بانها يعني عن جد توقف على حيلها، ولما شفناها حبته رجعنا جبنا كمان مره واكلت ثاني، والحمد لله رب العالمين بدات تفوق. فيعني شو احكي لكم عن جد العمليه كانت صعبه صعبه، ويعني اللي مفروض عمليه اللوز سهله جدا في العمليات والطفل بيقوم بعد 3 ايام، والله يا بنات ما تتخيلوا كيف كانت جحيم الايام اللي كانت فيها اميره عيانه.
وهنا بعد ما أكلت وبدت يعني نتدرج معها في الأكل شوي شوي لغاية ما بدينا نأكلها أشياء صلبة، هنا ما حبت أميرة اللي هو اللبن بالموز، فحكيتها أعمل لها كيكة، والكيكة كلها بيض وحليب وشغلات زي كده فمفيدة. فهنا حبيت أصور لكم برضو الكيكة، عملت أنا كنت خابزة وحكيتها صور للبنات الكيكة اللي أنا عملتها، منه بيكونوا معايا ومنه كمان بوريكم يعني هيك فيديوهات وشغلات زي ما انتوا بتحبوا، لانه عن جد لما انتوا شجعتوني في الفيديوهات اللي فاتت رجعت اشتغل تاني. يعني والله يا بنات لما بحس يعني في تفاعل منكم بحس حالي نفسي اصور لكم، حتى لما الاولاد يروحوا يناموا نفسي اصور لكم كل اشي. يعني عن جد انتوا شو احكي لكم، والله العظيم انا ما ببالغ، عن جد انتوا محسسين انه شويه هيك في تفاؤل في الدنيا من كتر ادعيتكم وكلامكم الحلو اللي دائما بتكتبوا لي. يا الله يا رب يسعدكم ويجعل كل واحده دعت لي دعوه حلوه في ميزان حسناتها يا رب العالمين، ما انحرم منكم يا بنات. فهنا بدي احكي لكم شو عملت في الكيكه. بالنسبه للجلافز انتم عارفين انا ما بحبش اصلا البسه، بس هنا ما عندي انا الخفاجه اليدويه ولا كمان خلاط ولا إشي، فبدي اعمل بايدي، فبدي اضطر البس الكفه عشان كمان لو وسخت ايدي في البيض والسمنة والزيت يعني بصعوبة عشان اغسل ايدي، وبدي نص علبة البريل مش زي لما كنا في بيتنا. يعني شايفين لدرجة ايش احنا صرنا نهمل هم انه لو بدي اغسل ايدي بدي صابوني كتير عشان اغسل ايدي، فلا هيك احسن اشلح الكفة في دقيقة وخلاص. فالحمد لله رب العالمين على كل نعمة مرت في حياتنا وعلى كل النعم الحمد لله رب العالمين. فهنا احكي لكم شو عملت، حطيت 4 بيضات وحطيت عليهم كوباية سكر يعني ناقصة شوية، خلطتهم مع بعض مع 2 فانيليا وذرة ملح، بعدين حطيت كوباية الا يعني ربع تقريبا او 3 ارباع الكوباية زيت، وخلطتهم مع بعض لعند ما يفتح الخليط او يصير لونه فاتح شوية والسكر تحسوه داب. هحط كمان كوباية حليب، وهحط كمان بعد ما اخلطها هحط علبة اللبن بالموز اللي ما حبتها اميرة، فحكيتها هحطها في الكيكة بتطلع كتير لذيذة لانه ما في تلاجات، فمش هينفع اخليها تنكب لانه انتوا عارفين الاشياء هي صارت غالية، يعني كان هذا بنص شيكل لقيت احنا اشتريناها ب3، فبديش اياها تنكب، بدي اميرة تستفيد اكتر اشي. حطيت علبة اللبن بالموز، وحطيت هنا يا بنات ما تستغربوا حطيت ذرة خميرة، حطيت يعني تقريبا أقل من ربع معلقة صغيرة خميرة، لأنه الخميرة أنا بدي أعمل هنا الكيكة في فرن الطينة، وفرن الطينة بحس إنه الكيكة فيه بتطلع حلوة كتير بس بتتفتفت كتير يعني على طول بتتفتفت، فحطيت أنا هنا الخميرة عشان تربط هيك شوية المكونات تطلع هشة ونافخة، وفي نفس الوقت فيه جلوتين يعني فيه ترابط بين أنسجة الخميرة يعني الكيكة عشان ما تتفتفت في كل مكان في إيد أميرة. والله نتيجتها روعة روعة يا بنات. فحتى لو بدكم تعملوها في البيت عادي ممكن تحطوا يعني ذرة الخميرة هذه ما بتأثر، لكن بتنفخ الكيكة نفخة حلوة وبتتخلي يعني المسامات واسعة وفي نفس الوقت مترابطة. فحطيتها وجربوها تحبوها كتير. وكمان هنا حطيت باكيتين، لا لا لسه ما حطيتش باكيتين البيكنج باودر، الحين احكي لكم ايش حطيت. حطيت الطحين، اخذت المقدار اللي في ايدي هذا اخذ بالضبط 2.25 كوباية من الطحين. انتوا حطوا طحين يا بنات على قد الخليط ما يحتاج، لانه حجم البيضة بيختلف ونوع الطحين بيختلف يعني كمان حجم الكوبايات. كيف تعرفوا انه الخليط ممتاز؟ بترسموا على سطح الكيك هيك رقم 8 بالانجليزي، اذا ضل شوية باين على السطح يعني هيك الكيكة عيارها في الطحين ممتاز، فانا هيك يعني علمتني امي وهيك انا بعرفها. فحطيت هلقيت كمان اللي هو باكيتين البيكنج باودر، وحطيت عليهم معلقة كبيرة من الخل في آخر مرحلة من الكيك، ما حطيتها في الأول حطيتها في الآخر، وهذا كمان السر يا بنات اللي بيخلي الكيكة تطلع نافخة ومسماتها حلوة، إنه ما تحطوا البيكنج باودر من الأول خلوه في الآخر، والله هتحسوا النتيجة ممتازة. فبرضو يعني لو حطيته بالاول ما في مشكلة، بس انا يعني حسيت انه هيك هيكون اضبط في اخر 3 مرات اعمل فيهم الكيكة بحس هيك النتيجة بتطلع احلى. حطيت هنا الكيك وخليت شوية، بدي احط عليهم معلقة كاكاو واحطهم في الحلة السيئة اللي رحت قليت عقلي وقلت لا انا ما عندي قالب كيك ونفسي اعمله في قالب كيك، فطلعت الحلة المصرية الصغيرة اصغر مقاس وحكيت خلاص بدي احطها بالفرن، لانه اكيد هتيجي في الفرن هيك بالنظر
اطلعت هيك بالنظر قلت اكيد هتيجي في الفرن وبال يعني ما اجت للاسف، واضطريت يعني انه اجلها على شغله تانية. حتى خليت لكم المقطع اللي انا انصدمت فيه بعد ما حطيت الكيكه بدي احطها بالفرن واتفاجئ انه الحله ما بتدخل في الفرن. يعني كتير بتصير المواقف هذه، وخليت لكم اياها عشان تشوفوها بعينكم. هنا هعمل بس بالمعلقه هيك شويه بس خليط هيك بسيط تدرج وهحطها في الفرن. لا لا ما تقوليش الحله بتجيش ييه عاد. زي ما انتم شايفين يا بنات خليت لكم المقطع بصوته الاصلي، ما قصيته بجد. يعني لما جيت احطها بالفرن لقيتها ما بتيجي انجنيت، طب يا ربي ايش اعمل الحين وانا صرت مصوره الفيديو. حكيت خلاص البنات يعني مني وفيا، فاكيد هم اخواتي ومش هيضحكوا عليا وعلى هبلي. فالحمد لله ومشيت الحكايه وحطيتها في القلايه، ما لقيت بصراحه اشي احطه بالفرن يعني ياخذ الخليط هذا الا القلايه اللي بقلي فيها عادي البطاطا. فالجيش قال لك اتصرف، وتصرفت وحطيت الكيك في القلايه تاعت البطاطا ودخلتها الفرن وطلعت حلوه وما شاء الله ونافخه. بس للاسف كنت نفسي انا تكون في الحله يعني تطلع هيك طالعه لفوق اكثر، بس عاد يعني قدر الله وما شاء فعل. هنا حبايبي بعد ما طلعت الكيكه كان لونها بجنن وريحتها بتجن عن جد. والله يا بنات ريحه اللي هو هذا البودنج الموز طلعت فيها تحفه تحفه. فلما انا شميت ريحتها في الخبز هيك موز كانك حاطه كيكه فيها موز من جوا، حكيت بيجي معاها كتير لذيذ انك تغلفيها بمربى، اي نوع مربى، وتحطوا عليها كمان جوز هند. وفعلا غلفتها في المربى، معلقه مربى كانت ضايله عندي فراوله، وحطيت عليها شوية جوز هند. وكانت أميرة كتير كتير فرحانة إنه إن أنا عملت لها إياها وزينتها. يعني بحاول قد ما أقدر يا بنات إني أنا أنسي الصغار الحرب وأنسي الصغار اللي بصير فينا، أحاول أعمل أي حاجة يعني بتذكرهم في حياتهم زمان قد ما أقدر أنا وأبوهم، عشان لأنه هم ما إلهم ذنب في اللي بصير وفي اللي بسمعوه. فالحمد لله رب العالمين، إن شاء الله ربنا ما يحرمنا من بعض ونضل يا رب مع بعض ونرجع سليمين. لأن والله يا بنات أكتر حاجة أكتر حاجة الواحد يدور عليها في الحرب هذه إنه يرجع هو وأفراد أسرته سليم ومعافى على بيته أو حتى على أنقاض بيته، مش مشكلة. المهم يعني المال معوض، والحمد لله رب العالمين إنه إحنا بخير لحتى الآن، ويا رب نضلنا بخير. يا رب ادعوا لي يا بنات وكسفوا الدعاء زي ما بتدعوا لي دايما انه نضلنا بخير ونكمل حياتنا مع بعض. انتم منورين قناتي واضلني معاكم ونعمرها مع بعض يا بنات، ونرجع يعني نزرع تاني وابني بيتي تاني، وان شاء الله رب العالمين ربنا ما يعني ما يخزلنا. وهنا اخر الفيديو حبايبي، رحت عشان احمل لكم الفيديو هذا من عند مواصي خان يونس. زي ما انتم شايفين بمشي مشوار بالسياره عشان اوصل لكافيتيريا فيها انترنت في المنطقه اللي انتم شايفينها هذه، وصورت لكم كمان. فبنزل الفيديو بعد ساعه وبعدين بروح. هيك كان الفيديو لليوم، حطيت لكم يعني كل شيء انا مريت فيه، حتى مقاطع يعني المقاطع اللي صحيح انه يعني عشوائيه، ولكن كل شيء بمر فيه حطيته معاكم علشان نضلنا متواصلين مع بعض، وعشان اضلني احس انه انا يعني بعمل حاجه للناس بحبوني وكمان بتابعوني وبضلهم هيك يتذكروني. فيعني بتمنى يا بنات انه انتم دائما لما تحضروا الفيديو من اوله تحطوا لي لايك. انا عارفه انه انتم ما بتقصروا، لانه في كمان ناس بتكتب لي التعليق بدل مره خمسه، يعني في ناس بيعلقوا كذا مره معنيين انه يعني يكتروا لي التعليقات ويكتروا لي اللايكات. والله يا بنات انا بشكركم من كل قلبي، يعني مهما تتخيلوا قديش انا بكون فرحانه في التعليقات هذه. يعني الله يجزيكم الخير يا بنات وما يحرمني منكم ابدا يا حبايبي، وان شاء الله يا رب العالمين ما تطول علينا الغمه هذه. وزي ما شفتوا معانا الايام السيئه اللي احنا شفناها هذه، شوفوا ايام كمان حلوه كمان، واحنا بنرجع بنعمر من اول وجديد وبنعيش من اول وجديد، ونحاول انه احنا نحسن من اوضاعنا اللي احنا فيها هذه مع بعض. بتمنى يا بنات تدعموني على رابط GoFundMe وكمان على سوبر ثانكس، واذا ما قدرتوا بامكانكم انكم تشيروا لي رابط GoFundMe عشان يوصل لناس كتير. في كتير ناس حابه تتبرع لنا وتساعدنا لكن ما بتعرف الطريقه كيف، فانه انتم تشيروها في جروباتكم في مواقعكم في كل مواقع التواصل تبعتكم، هذا بيساعدنا انه ينتشر الرابط وناس تعرف عنه وتحاول تساعدنا. انا وكل اخواتي او صحباتي اليوتيوبر اللي عاملين نفس الرابط. هيك بكون ختمت معاكم الفيديو بشكل البحر. زي ما انتم شايفين صحيح شاف كتير تعب معانا البحر، وشاف معانا كتير يعني نزوح وتعب، وشاف شقى الناس،
ولكن الحمد لله بضل المتنفس الوحيد إلنا هنا في القطاع. هيك كان فيديو لليوم يا حبايبي، شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم، ومع السلامة.